هذا سائل يسأل يقول هل يلزم على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهل على الإمام أن ينتظر حتى يقرأ المأموم الفاتحة، وما السنة في ذلك، وهل الاستعاذة والبسملة في الصلاة واجبتان قبل قراءة الفاتحة؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام إذا كان في الصلاة الجهرية ويسمع الإمام فلا يقرأ الفاتحة، يستمع لقول الله إذا قرأ القرآن تسليما له وانصرفا. وأما في الصلاة السرية فيجب عليه أن يقرأ. قراءة الفاتحة واجبة هنا على الإمام والمأموم لقول النبي من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. فيجب أن يقرأ الإمام والمأموم على في الصلاة السرية، وكذلك في الركعات التي ليس فيها جهر بالقراءة كالركعة الثالثة من المغرب والركعة الثالثة والرابعة من العشاء، فهذه يقرأ المأموم ويقرأ الإمام كذلك. أما في عندما يجهر الإمام بالقراءة فلا يجوز للمأموم أن يقرأ وراءه، لأن أولا يتشوش، يعني له استمع وله قرأ ويقرأ والإمام يقرأ، فيدخل قراءته في قراءة الإمام فلا يفقه. وأما أن الإمام يجب عليه أن يسكت حتى يتمكن من وراءه بقراءة الفاتحة فإن هذا لم يفعله رسول الله في صلاته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان فقط، سكتة عند بعد التكبير وسكتة عند نهاية القراءة وقبل الركوع. السكتة اللي قبل التكبير في الركعة الأولى، السكتة اللي قبل القراءة، قال له أبو هريرة يلي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما أنت بين المشرك والمغرب، اللهم أغسل من خطاياي بالماء وسجل البرد، اللهم أخر من خطاياي كما أنت الثوب الأبيض من الدنس. فهذا دعاء استفتاح، والنبي له العيد استفتاح كثيرة منها هذا. وأما السكتة الأخرى اللي هي قبل أن يركع وبعد القراءة فتقول أم المؤمنين عائشة يلتقط نفسه، يلتقط نفسه لأن مع القراءة، فيسكت سكتة حنينة حتى يكبر للركوع. أما بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة فلم يكن للنبي سكت، ما علم ولا روي ولا نقل أن النبي كان له سكتة فيها بين الفاتحة وبين السورة التي يقرأها، ولذلك هذه السكتة ليست من السنة. بعض الأئمة يعني يقرأ الفاتحة ويسكت وبعدين يشرع في القراءة، ما هي السنة. فأما الاستعاذة والبسملة فيجب قراءتهما على الإمام والمأموم، لكن في الجهرية سرا وليس جهرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالاستعاذة فيها الأمر الإلهي، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة نعم، فكان النبي يقرأ بهما سرا، ولكنه عند الجهر يجهر بالحمد لله رب العالمين، كما في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكلهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذه قراءة النبي وقراءة خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر، كانوا يقولون الله أكبر ثم يسكتون هذه السكتة ثم يقولون الحمد لله رب العالمين بدء القراءة. هذا بدء القراءة الجهرية بالحمد لله رب العالمين، لكن في سره يستعيذ بالله في سره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.